الدليل لاباس عليكم جيسبر تكونوا بخير وعلى خير واموركم واحوالكم طيبه بحال ديما جو سيغبرت عليكم شويه شحال ديما حطيت دي فيديو مي راني كنوجد في عندي اون سيري ديال واحد 3 ولا 4 ديال لي فيديو ان شاء الله غير نبدا نصيب وندير المونتاج ونحطهم لكم ان شاء الله كاملين فهاد لا فيديو هادي غادي تكون دويره في الصالون البنتي وفي السيجور مهم كانت عجبتكم بزاف الدويره اللي كندرت لكم Je pense qu'il y a un an ديال في الصالون البلدي ودك لي ديتاي ودك شي دونك دابا درت بدلت شي حوايج زدت شي حوايج نقصت شي حوايج وجا مسيو دي علاش لا نبارطاجي معكم سورتو فاش كنحط شي حاجه في انستغرام كيقول لي البنات زعما ورينا هادي منين خديتيها هادي قلت علاش لا غندير اون فيديو شامله نوريكم كاع لا ميزاجور ولا كاع الحوايج الجداد اللي زادوا في الصالون عندي فوالي فوالو دونك شنو بغيت نقول لكم بزاف البنات اللي في لا فيديو القديمه كيسولوني على منين خديت الصالون البلدي راني حطيت لكم في لا ديسكريبسيون ديال الصالون تور النمره ديال السياد كاع لي ديتاي هذاك اللي سميتو الكادر ديال القران حتى هو كتسولوني عليه بزاف راه كلشي كاين كنخلي في لا ديسكريبسيون غنعاود نحط لكم تحت هنا لا ديسكريبسيون النمره ديال السيد اللي جاب لي النمره ديال السيد اللي صايب لي الصالون راه هو اللي تكلف لي بالترونسبور اللي جابو لي حتى لهنا دونك زعما غير هضروا معاه في واتساب راه واحد السيد الله يعمر ليه الدار قولوا لي راه كتجيو من زعما كتجيتو من 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 جهتي دو لابار دو سارة راه كيعرفني غيتهلا فيكم شنو اخر بغيت نقول لكم بالنسبه للكادر خديته من السيد في انستغرام ما عرفتش واش كيصيفط لفرنسا ولا ما كاينه على برا ولا لا باسكو انا كنصيفطو ليا دارنا مع الصالون داروه مع وسط داك التخربيق ديال الصالون وجابوه ليا دونك فوالا هادشي غير باش نيفيتيو دوك لي كومونتير اللي كيبقاو يسولوا اشاك فوا راه كلشي كنخلي لكم في لا ديسكريبسيون لا مزيان طوي عليكم الهضره ندوزو نشوفو التغييرات اللي كاينين في الصالون ونبدا بالتغييرات اللي درت في الصالون البلدي ما درتش فيه زعما غران شوز راه هو طلع ليا الصالون البلدي فراسي هو عريان ما كانت لا زربيه لا والو دونك درت فيه هذه الزربيه هذه والحمد لله لقيت زعما كان عندي الزر اني لقيتها في نفس اللون ديال التلميط وانا هكا كنت باغاها واخا جو سي كو هذه كتكرفس هذا اللون كتاكل صار شي حاجه بنتها من مره ولكن فهمو كانت شهوتي في اون كولور هكا كلير اللي تجيني مع هذه ما بغيتش ندير هذا الغوز هذا ما بغيتش ندير كونفيم لي موتيف كنت باغا شي وحده عاديه هكا سامبل وفحال المبره وتكون في اللون ديال التلاميط ديالي وايفيكتيفمون لقيتها في المارشي ديال ارجنتي خديتها باقي لها واش 60 ولا 70 اورو وكان عندي مشكل اني نلقى القياس اكزاكت ديال هاد البلاصه حيت عندي هنا بحال مربع كما كتشوفوا دونك في الاخر خديت وحده طويله من واحد البلاصه الا شفتوا راه دخلها تحت من السداري وجاتني مزيانه والحاجه الجديده الثانيه هي هاد الطويبله هادي اللي كانت محمقاني هاد الشكي ديال هاد لي طابل هادو و اي سون ان بو شير ماشي شير صافا زعما اي سون 299 300 اورو مي انا حيت عارفه راسي عشاقه من لاله غادي تضرب شويه غادي نبغي نبدل ثاني الشكل ديالها دونك لقيت وحده في ماركت بليس سبحان الله واحد السيده كانت يلا خايده ديالتها اونغري وتزاد عندها ان بيبي دوكو ما تقدرش تخليه مع البيبي يلا بدا كيتمشى وداك الشيء صافي وانا ناخذها من عندها سي تي با شير جو بونس واش 40 ولا 50 وجلي بومبي في الدوري لا خديتها وقيله ب 60 والله ما عقلت بغيف خديتها وجلي بومبي في الدوري بحال هكا بلا بام ديال لو روا ميرلان اي فرانشمون لو ريزولطا عجبني بزاف جات بحال بحال لقيت ب 299 اكزاكتومون بحال الشكل ديالها المهم الا بغيتو تبومبي وما كان عندكم لا تيراس لا جردال حتى حاجه اسيو ديروا زعما كاينه اون بروتيكسيون البلاصه اللي غادي تبومبي ولحقاش كتلصق والا عمرات لكم كتاخذوا واحد لو برودوي سميتو وايت سبيريت بحال الشكل ديال ديلويون هو راه كيمسح كلشي مسحت به انا داكشي كاع اللي عمر لي في الكوزينه المهم هانتوما كيفاش خرجات سيغت ما كتخرجش ديك الصباغه 100% مقاده كيخرجوا شويه ديال الطبيعات ما عرفتش يبانوا لكم ولا لا ولكن سي با ميشون و بوغ شنو فوق منها درت فوق منها هاد لي فوليف اي سون تري توندونس خديتهم من الي اكسبريس بور با شير جو بونس واش 7 اورو الواحد ولا شي حاجه بحال هكا كيوصلوا سميتو بروتيجي مزيان وكلشي ما مهرسين ما مخسرين ما والو ودرت فوق منهم هاد اللعيبه هادي كنت خايداها من سميتو من المارشال ديال فاش كنت في امريكان هي وهاد لو فاز هذا بالنسبه لهاد البلاطو ديال المغرب ولا ديال شميت المغرب ولا الرخام هاد البلاطو ديال الرخام كنت خديته من لوكلير كانوا جابوه واحد العام في لا بيريود ديال لي فيت جو بونس ماشي هاد العام العام اللي قبل وما كانش غالي واقيلا غير 7 ولا 8 اورو وعجبني الشكل ديالو هادي راه كنت ديجا وريتها لكم خديتها من اكسترون درت فيها هاد اللعيبه زعما بوغ لا توش ماروكان اللي كيديروا فيها الزهر وداك الشيء عجبني انتم تشوف هي هادي درتها هنايا وهنا عندي هاد لو سابليي ديال
maison du monde كي يجي الشكل ديالو زوين. وهنا هاد لابارتي هادي درت فيها هاد لو فاز هذا راه كانوا جابوا اكسون كان فحال الشكل ديال الكويفر ولا الدوري، وانا صبغته بواحد الصباغه وبالشيته في هاد اللون هذا فحال التوب فحال البيج، ودرت فيه هاد لي بومبا هادو البيضين خديتهم من الي اكسبريس، وهاد لي في هاد لا كولور هادي فحال البيج فحال مارون كلير هادو خديتهم من واحد البارك اكوتي، لقيت واحد لو غارديان كيصيف لو بارك، قلت ليه واش نقدر ناخذهم، قال لي وي صافي وخديتهم. المهم ما عيقش ما خديتش بزاف، هما كيبغيو يكونوا كثارين. وبالنسبه لو كوان حتى هو بدلت ليه لا ديكوراسيون ديالو، درت هنا هاد الشيء كامل من هنا لهنا كلشي ديال اكسون لي كادغ هاد الوريدات هاد لي بوجوار، وهادو راه ديال كازا شوب كنت ديجا بارطاجيتهم معكم. مازال هنا غادي ندير التصاور ديال العرس زعما باش يبقى في لو تيم بلدي، والوسط ندير تصويرات محمد ان شاء الله. دونك فوالي فوالو بوغ الناس اللي اول مره غيشوفوا لا فيديو ديالي، راه ديجا دايره سالون تور قبل ما ندير فيه قبل ما نزيد فيه هذا الشيء هذا، غنخلي لكم اللي بغيت يتفرج فيه في لي ديتاي ديال كلشي منين شريته. بالنسبه للناس اللي باغيين كيسولوني على هذه منين شريتها، خديتها من المغرب من عند ام او ديكوراسيون كاين في انستغرام، ما عرفتش واش كيصيفطوا ولا لا، حيت انا كانت خداتو ليا ماما وصيفطاتو ليا مع الصالون فاش بغات فاش بغاو يجيوني الصالون، دونك ما عرفتش هو واش كيدير، مي جو بونس كيدير لحقاش كنت شفتو عند ديك صفاء شانيل كان صيفط ليها شي حاجه بحال هكا. سينون بوغ هذا الصالون ديالي راه كنت ديجا مخليه لكم في لا فيديو اللي فاتت اللي سميتو منين شاريه من خديتو السيد اللي تكلف ليا بكلشي ميم بلا ليفريزون وكلشي، حيت باقي لحد الان كيسولوني الناس هذا السؤال هذا الوغ كو كلشي واضح في الفيديو اللي قبل. وبالنسبه للبلا بارتي ديال لا سالا مونجي باقا كيف ما هي ما بدلتهاش، باقي عشان ناخذ اون سالا مونجي جديده، باقي ما لقيتش اللي عجبتني 100%. دونك بغيت نوريكم نبارطاجي معكم غير هاد لي فلوت هادو اللي شحال وانا تنقلب عليهم، كانوا محمقيني وكانوا ديما اون ريبتور دو ستوك، حتى لقيتهم عند واحد البنيته نحط لكم انستغرام ديالها غزاله ظريف الله يعمر ليها الدار، راه كدير لا ليفريزون البنات اللي انتريسي. انا ما خديتش من عندها بلا ليفريزون، مشيت سور بلاس قديتهم هادو يسون 20 اورو لا بيس. دونك غنخلي لكم قلت لكم انستغرام ديالها مكتوب هنايا وفيسبوك ديالها، وبوفي لا كونتاكتي راه ظريفه بزاف في الماروكين الله يعمر ليها الدار. درت هنايا كما كتشوفوا سبعه ديال لي فلوت باش عطاني هاد لي في هكا، تقدروا ديروا غير ثلاثه على حسب نتوما لي سباس اللي عندكم. وهنا حيدت هذاك لا ديكوراسيون اللي كانت باسكو جاتني داكشي صافي ترو شارجي انتر بزاف لي فلوت هنايا و لو تروك ديكوراتيف ديال القران. دابا لا بارتي ديال السيجور اللي فيه الكنابي، كما كتعرفوا كما شايفين في لا فيديو القديمه كان عندي الكنابي في البلو. المهم اللي غيسولني اللي ما شافش لا فيديو اللي فاتت، الكنابي كنت خايده من البولتروني سوفا، ونحط لكم تصويرته كيفاش كان افون. دونك بدا كيطلع ليا في راسي شويه واخا يزاد ليا الزرق، مي بون قلت غادي نبدل. خديت نقوس دو كنابي من الي اكسبريس. اللي بغيت نقول لكم سي كو هاد لاوس راه خصكم فريمون باش تاخذوها تركزوا مزيان، لحقاش دايرين هما تبعوا دوك لي انستركسيون اللي دايرين، تيقول لك خصك تعبري الكنابي ديالك وداكشي، ومع ذلك عبرت وكلشي وخديت اكبر طاي وما جاتنيش نديرها كامله بهاد لي زاسيز. دوكو درتها هي لتحت وقطعت واحد واحد التقيبه لتحت، وكل اسيز هادو خديت ليهم وحده ديالهم. راه هاد لو فوندور كيبيع كلشي، كيبيع هاد سميتو لي اوس بوغ هاد كل بلايصه بوحدها، كيبيع لي اوس ديال الكنابي كامل، وكيبيع اوسي لي اوس ديال لي كوسان ديال هاد الخديديات الصغيورين. خديت من عنده هادو خضرين، و فوالا كيما قلت لكم خديت وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه هنايا لهاد الكنابي، خديت خمسه ديال لي اوس، وحده كبيره والاخرين صغيرين، ثلاثه في نفس العبار هادي 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 كاري وهادي في العبار الكبير. راه كلشي كاين في سميتو عند لو فوندور كيعطيكم تختاروا على حسب العبارات ديالكم، دونك ما خصكم غير تركزوا وتعبروا مزيان. ندوزو دابا لهاد لي كوسان هادو، هادو حتى هما خديتهم من الي اكسبريس، اي فرانشمون لا كاليتي ديالهم البنات هادي خطيره، كيبانو فحال ديال ميزون دو موند، المهم عجبوني انا بزاف جو با بور فو، واللوين حتى هو زوين. اي سون ان بو شير مي زعما كيبقاو موان شير كو ديال ميزون دو موند داكشي. غنخلي لكم حتى هما لو ليان ديالهم في لا ديسكريبسيون. خديت منهم جوج هكا كاري وحيده صغيره ريكتانغولير. صافي دابا سالينا مع الكنابي وخلاص في التلباس ديالو، حتى هو خصو خصكم ما تعصبوش ما حتى حاجه لحقاش صعيب شويه، مي بون اللهم هكا ولا تمشي تعاوتاني تشري كنابي اخر.
دوزي بيت يطلع لك في راسك. دوزوا لهاد لي بيتي بيجو اللي كيبان لكم قدامهم انا حمقوني. كنت شفتهم في واحد لي كونت انستغرام ديال واحد السيد كيدير هاد التخربيق ديال لا ديكو عزيز عليه. المهم لو كونت ديالو سي سليمان هوم جو بونس عزيز عليه هادشي ديال لا ديكوراسيون وهاد التخربيق هذا. دونك اون فوا شفتهم صافي سيتي ان كو دو حمقوني. كيتباعوا عند بي ان فرانس. بي ان فرانس البنات هي اللي كانت بابو. راه كاينين كيلكو ماكازان رجعوا سميتهم بي ان فرانس. المهم كيجيو بحال هكا دي طابل جيكون وحده كبيره وحده صغيره فيهم مرايه هنايا كما كتشوفوا. كاينين في الدوغي وكاين في النوار. انا المهم انا حيت جاني مع لا ديكوراسيون ديالي خديت في الدوغي. فوالا كيجيو على هاد الشكل هذا. وبالنسبه لهاد لا ديكوراسيون درت فوق منهم هادي هاد الشيء بثلاثه بهم خديتهم من اكسيو مع هاد الوريضات وكل شيء. وهادو كنت خيداهم من عند كازا شوب ودرت فيهم شميعات وحده صغيره وحده كبيره. وهاد لو تابي اللي كتشوفوا هنايا افي ماربغي انتما كما كيبان لكم راه بحال البلون كاسي بحال الكري وفيه شويه ديال الدوغي. هذا خديته من المارشي ديال ارجنتي مارشي ايلويز ديال ارجنتي خديته هو. وهاد الكناب هاد اللي سميتو تابي اللي وريتكم ديال البلاصه البلديه. المهم هو صغير جينا غير على قياس هاد الكليسه هادي. بالنسبه للمبل تي في الناس اللي ما شافوش لا فيديو قديمه المبل تي في ديالي هكا خايده على شكل بوفي على قبل. راكم عارفين الدراري الصغار انا كيعجبوني دوك اللي كيكونوا نازلين حتى هما كيجيو مزيانين ولكن عافاك الدراري الصغار كيبغيو يمشيو للتلفازه وداك الشيء راكم عارفين. دونك جي اوبتي بوغ ان بوفي استعملته بحال مبل تي في وفرانشمون نافعني حيت هاز ديال المعينات صافي. هنا ما دايرهاش فيه شي ديكوراسيون كبيره دايره غير هاد العريشات هادو اللي خايده من اكسيون. هذا سي جوست واحد بحال فاز كان ديال الزاج بومبيتو. هادي حتى هي كنت خايداها من اكسيون جو بونس هادي قديمه يا 3 ان عندها ولا مات 4 ان. وصافي كما كتشوفوا بدلت لي ريدو حيت لي ريدو في البلو درت ان تروك هكا بلو كلير باش يدخل ليا زعما الضو. دابا جايه الشميشه وداك الشيء. هادو في البلون كاسي ولا الباج هكا ديال الموبرا خديتهم من المارشي. كيجي الشكل ديالهم فما كيفتحوا لا شامب وكيخليو الشميشه تدخل مزيان. واللي جديد في هاد الصالون هادو هو هاد لا كونسول يلا خديتها من لو سيت مانو مانو. ما كانتش غاليه واقيلا 60 ولا 70 اورو ما عقلتش مزيان. دونك حطيت فوق من هنا هاد لي فو ليفغ ديال الي اكسبريس غنخلي لكم لو ليان في لا ديسكريبسيون. هاد لي زوركيدي تا هما هاد الوريضات البيض نخليتهم من الي اكسبريس. هاد لو فاس كان عندي ديال اكسون من شحال هادي. وصافي هنايا هاد جوج لعيبات راه كنت بارطاجيتهم معكم في العيد اللي فات كنت خايداهم من كازا شوب. هادو ديال اكسون كانوا في لارجونتي وبون بيتون في الدوغي. وصافي خليت بغيت نخليها غير سامبل ما بغيتش نشارجيها بزاف. وتحت منها حطيت هاد لو دي دو سوبور غندير فيهم جو بونس شميعات ولا المهم جو فوا. هادو تا هما ديال كازا شوب راه ديما كنستعملهم وكتسولوني عليهم ها هما كيفاش كيجي واحد كبير وواحد صغير. وهكا جات الكليسه ديالي ساشون شويه على داك الزراق وداك الشيء اللي كنت دايره. فاشمون هاد لا كولور هاد لو فيغ هذا عجبني بزاف سي تري على مود سي تري طوندونس وكيتمشى مع بزاف لي كولور. تقدروا ديروا مع هاد لو بحال الباج بحال الكري كلير ديروا مع النوار كيجي غزال مع النوار. والدوري بيان سور راكم عارفين اني كنحمق علاش سميتها الدوري. قالوا هكا جا السوالين ديالي. دونك فوالا لا فيديو ديالي غادي تسالي دابا. جيسبر تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا من شي حاجه. بالنسبه لهاد سميتو الغلاف اللي درت للكنابي راه كما قلت لكم خصكم تركزوا فاش تبغيو تشريوه. المهم قلت غادي نقولها لكم كامل هكا نهضر معكم ونقول لكم فاش تبغيو تقداو الكنابي ديالكم ركزوا مزيان باش ما تطيحوش في لي غور ديال انكم تشريو الاول ما يجيوكمش تعاود تبدلوه وداك الشيء وتعاود خصكم تصيفطوا حتى للالي اكسبريس وداك الشيء. دونك من الاحسن انكم تشوفوا اكزاكتومون كيفاش لي ميزور ديال صالونكم ديال الكنابي ديالكم تعبروه مزيان وتبعوا داكشي كامل اللي قال لكم. ومع ذلك كما قلت لكم انا راه تصيت مشيت تصيت الاول جاني صغير ورجعته وخديت واحد ما كبر وجيت اوبليجي ندير واحد الكبير وعاد هادوك لي كوسان صغيور ماشي لي كوسان هاد اللعيبات اللي كيجلسوا عليهم هادو عرفتي شنو سميتو هاد لي زاسيز كل واحد درت ليه ديالو بوحدو. هادشي اللي بغيت نقول لكم. وشنو اخر بغيت نقول لكم بوغ الفاز الكبير اللي حطيت اللي وريتكم ديال اكسيون راه مالوغوزمون ما بقاوش بزاف الناس مشاو لاكسيون فاش سولوني عليه ما لقاوش. الصباغه اللي صبغت صباغه ديال اكسيون غنحاول نصورها ونحطها لكم هنايا. شنو اخر اللي بغيت نقول لكم صافي جو بونس كلشي قلتو في لا فيديو. دونك جيسبر تكون خفيفه على قلوبكم وما تكونش تقات عليكم بزاف وما نكونش طولت عليكم في لا فيديو. سورس نقول لكم تهلاو ليا فراسكم يا تري بيانتو في اون نوفيل فيديو ان شاء الله.